أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا كل عام وأنتم بخير أسأل الله أن يكون عام خير علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله طبعا توقعاتنا لهذا العام رح تكون مختلفة تماما عن المعتاد عليه مش بالطريقة اللي أنتم متعودين عليها لا رح يكون فيها إيجابيات ومغريات عيشكم بوهم ولا راح اعطيكم سلبيات وادمركم واخليكم تحبطوا التوقعات السنه راح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليوميه اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسيه من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفيه من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكم ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي إنتوا بدكم اياها يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناه برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لاله اسوا الاوقات لاله الافضل الاوقات اللي احنا بنقول لكم مميزه هاي راح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها راح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقه وقلم عشان انتم تسجلوا ما راح اعيشكم بوهم ولا راح احكي لكم اي شيء بوهم اللي احنا بنحكيه عباره عن علم مبني على حسابات بدون أي فزلكات بدون أي أوهام ولا أنت أحسن برج وأنت بدك تتجوز وأنت بدك تطير وأنت بدك تسافر وأنت هذا الكلام لا إحنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الأبراج وفي نفس اللحظة تواريخ زي رزنامة تستغلها بدون ما ترجع لأي فلكي وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها أنت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لإلك لحالة خاصة فيك إذا أخذت التواريخ زي ما أنا رح أذكرها وبنفس الطريقة اللي رح أذكرها اعرف أنه أنت بإذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة لإلك فعشان هيك يا ريت أنه أنتوا اه تركزوا اه ممكن تطلب تسمعها مرة أو مرتين حتى لو طلبت أنك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم إذا عجبكم المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط لي ديسلايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي شيء انت بدك اياه انت حر خلينا ندخل على توقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم بالمقدمة هاي هاي المقدمة راح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم اي بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فخد انت الجهتين ما ان علاقه في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش نازل والطالع هذا ما لنا فيه ان برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل مواليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بيستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الأسد برجهم الأسد وطالعهم الأسد هم اللي بيستفيدوا عن هاي الأمور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة في في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك في موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول لك اللي, اللي هو الثور طبعا إحنا بنحكي زي ما حكينا توقعات لبرجك ولا طالعك يعني المواليد اللي برجهم الثور وطالعهم الثور بالنسبة للبيت الأول اللي هو نفس برج الثور هو بيتك الأول بيت الشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير هاي الفترة أقواها واللي هي بيت النفسية إحنا بنسميه اللي هي من 14/4 لغايه 20/5 اقواها راح تكون يوم 14/4 ولغايه 9/5 برضه الحظوظ راح تلعب معك دور كبير اللي هي بتتحسن نفسيتك وتصير ملفت للانتباه بالنسبه للجنس الاخر اللي هي من فتره 19/4 ولغايه 20/5 ولكن بدك تحذر بالفتره اللي هي بوجود المريخ في البيت الاول عندك اللي راح يعطيك شويه عصبيه وتسرع في بعض القرارات اللي هي من 7/1 ولغايه 4/3 وفتره تراجع اورانوس يعني شوي راح تاثر على مواليد العشريه الثانيه تحديدا اللي هي من بدايه العام وحتى 14/1 ومن 20/8 وحتى نهايه العام وفتره خسوف القمر اللي راح يصير عندك يوم 19/11. بالنسبة للبيت الثاني اللي هو الجوزاء هو بيت الممتلكات والاموال والمكاسب المالية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك والمعادن الثمينة وما يتوجب علينا من استثمارات والانتاج وردود افعالنا تجاه الظروف المالية زي سداد ديون او تحصيل ديون وهدايا واشياء مثل هيك اقواها رح تكون هي من اربعة خمسة ولغاية واحد وعشرين ستة ومن 22/6 لغايه 11/7، هاي فترة الحظوظ بالنسبة للوضع المالي واللي بتحسن فيها الأمور المالية، طبعاً أقواها هي بتيجي من 9/5 لغاية 2/6، هاي فرص مالية قوية لا تعوض، وبرضه بالمقابل عندك الشمس وجودها يوم من 20/5 لغاية 21/6. بدك تحذر فترة تراجع عطارد اللي هي من 30/5 لغاية 22/6. ممكن شوي تنضغط ماليا في بعض الأمور المريخ بخليك تتسرع بتصرف بالأمور المالية هي من أربعة ثلاثة لغاية ثلاثة وعشرين أربعة كسوف الشمس الحلقي بيأثر عليك يوم عشرة ستة بالنسبة للبيت الثالث اللي له علاقة ببرج السرطان هو بيتك الثالث اللي له علاقة بالسفر القصير والتنقلات والاتصالات وسائط النقل الاستيراد والتصدير والدراسات الهوايات الامتحانات العلاقة مع الجيران الشراء والبيع علاقتك مع الإخوة والأخوات والأقارب والمقربين من الأصدقاء هي فترة من 2-6 لغاية 28-7 أقواها بالحظوظ حتى على مستوى الامتحانات والحظوظ بتدعمك حتى على مستوى ممكن تشتري سيارة هي فترة من اثنين ستة لغاية سبعة وعشرين ستة. بدك تحذر من المريخ اللي ممكن يعمل خراب في بعض الامور هاي او يعطل لك بعض المسائل او بدك تركز اثناء قيادتك للسيارة هي من ثلاثة وعشرين اربعة لغاية عشر ستة. بالنسبة للبيت الرابع اللي هو برج الاسد بيت البيت بيت العائلة والعقارات والطفولة ومحل الاقامة وحيازة الامتعة والاثاث والحياة العائلية وبتدل على الاب برضه عودة المغتربين لأراضيهم برضه هاي بتكون بالفترة هاي او شراء عقار او الترحيل من بيت لبيت الفترة هاي بتكون قوتها من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين ثمانية اقواها في هاي الفترة اللي هي من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة ومن اثنين وعشرين سبعة لغاية اثنين وعشرين ثمانية اما اصعبها واللي بدك تنتبه فيها حتى من امور لها علاقه بالنيران خصوصا الستات اللي بتعمل في المطابخ او المشاكل العائليه اللي هي من 11/6 لغايه 29/7. بالنسبه للبيت الخامس اللي هو بيت العاطفه اللي هو العذراء بالنسبه لإلك وهو له علاقه بالعواطف والحظ والمقامره، الترفيه، المسرات، الاولاد، الأمور الفنية الملذات التجميل التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية هاي أقواها بالحظوظ هي من 22 سبعة لغاية 22 تسعة بالنسبة لقوة الحظوظ الكاملة اللي هي من 22 سبعة لغاية 16 ثمانية وفترة وجود الشمس اللي هي من 22 ثمانية لغاية 22 تسعة ولكن بدك تحذر اللي هي فترة من 29 سبعة لغاية 15 9 ممكن تعصب او يصير خلاف ما بينك وبين الحبيب او سوء تفاهم بدك تحذر من هاي النقطه برج الميزان هو بيتك السادس اللي له علاقه بالعمل له علاقه بعمل جديد له علاقه بالصحه بالخدمات بالطعام بالحيوانات الاليفه الحاجات اليوميه والمؤسسات اليوميه والمهام والتغذيه والحميه علم الطب ملحقاته تجميل عمليات جراحية الأمراض العابرة والحوادث اللي ممكن تتعرض لها يعني هذا البيت السادس الآن الحظوظ بتلعب معك في هذا البيت اللي تحميك وتجيب لك شغل وتجيب لك أشياء ممتازة وإذا عندك عملية خطيرة حاب تعملها اللي تتجاوز المخاطر فيها هي من 16-8 لغاية 6-11 اقواها بالحظوظ وحتى ممكن تجيب لك عمل جديد اللي هي من 16 8 لغايه 10 9 اما بالنسبه للفترات اللي بدك تحذر فيها هي فتره تراجع عطارد اللي هي من 27 9 لغايه 18 10 وفتره وجود المريخ في هذا البيت اللي هي من 15 9 لغايه 30 10 اما بالنسبة للبيت السابع اللي هو برج العقرب بالنسبة لالك اللي هي بتكون الكواكب مقابلة لك هذا بيت الشراكة في العمل والعاطفة والزواج وحظوظ بالزواج وفرص للزواج والسمعة الشخصية، الخطبة والطلاق، توقيع العقود التجارية، الأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوى القضائية. هاي الفترة قوتها للحظوظ إذا أنت بدك تقدم على هاي الأمور أو ممكن تصير معك هي من عشرة تسعة لغاية سبعة عشرة ومن ثلاثة وعشرين عشرة ولغاية أربعة وعشرين أقواها بالحظوظ وفيها فرص للارتباط والزواج وحل المشاكل الزوجية اللي هي من عشرة تسعة لغاية سبعة عشرة ومن 23/10 لغايه 22/11 اما اصعبها واللي ممكن يصير فيها خلافات قويه ما بين المتزوجين تحديدا هي من 30/10 لغايه 13/12 بالنسبه للبيت الثامن اللي هو له علاقه بالغيبيات او احنا بنسميه بيت الموت الناس بتسميه بيت التركات بيت الغيبيات هو برجك برج القوس تحديدا وهو له علاقه بالتركات له علاقه بالديون له علاقه بالضرائب علاقة بالشؤون الماليه والمتعلقات بالشراكه والصحه وصحه احد الاحبه وبدل برضو على امور لها علاقه بموت احد الاحبه او احد المعارف التغيير الروحاني او الروحانيات والتغيير الجذري لبعض الامور والعالم الآخر أمور الجنس والشهوات أمور اللي لها علاقة بالانتحار أو بالاختفاء طبعا ما نقول يعني احنا بنذكر كل شيء محايدة محايدين يعني عشان هيك بنحكي الانتحار والموت والأشياء اللي زي هيك من المفروض احنا ما نحكيهاش يعني طبعا أفضل الفترات اللي تستفيد من هذا البيت ويعطيك حظوظ الأشياء اللي احنا ذكرناها هي من بداية العام لغاية ثمانية واحد ومن سبعة عشر ولغاية خمسة احداش ومن اثنين وعشرين احداش ولغاية واحد وعشرين اتناش أقواها بالحظوظ المطلقة هي من بداية العام وحتى ثمانية واحد ومن سبعة عشر ولغاية خمسة ثمانية خمسة احداش الشمس بتكون في هذا البيت من 22/11 لغايه 21/12 وهي الفترة اللي انت بتبلش فيها تتحسن او تتشافى شوي من بعض الضغوطات اللي كانت عليك من تاثيرات بعض الكواكب في فترتها. بدك تحذر اكثر حذر من بعض الامور الصعبة اللي راح تمر عليك اللي هي من 13/12 وحتى نهاية العام وفترة خسوف القمر الكلي اللي هي راح تكون يوم 26/5 وكسوف الشمس الكلي اللي هي بتيجي يوم 14 اما بالنسبه للبيت التاسع اللي هو برج الجدي وهذا البيت من اكبر الحظوظ لك اللي هو له علاقه بالسفر البعيد الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد الفلسفه الدينيه المعتقدات الروحانيه او الروحيه الدراسات الجامعية، الامتحانات الجامعية، الاستيراد والتصدير والأمور القضائية يعني قضية تنحكم أو تنحسم لأجلك بتكون من بداية العام ولغاية واحد اثنين ومن خمسة احداش وحتى نهاية العام أقواها بالحظوظ هي فترة من ثمانية واحد لواحد لو اثنين ومن خمسة احداش لتسعة عشر اتناش اه الشمس وجودها برضو في من بداية العام وحتى تسعة واحد هاي اه بتعطيك قوة ومن واحد وعشرين وحتى نهاية العام برضو بتعطيك قوة أه بدك تحذر اللي هي فترة تراجع الزهرة اللي بتيجي يوم 19-12 وحتى نهاية العام اللي هو 2021 وفترة برضو تراجع بلوتو هاي شوي بتقلل من الحظوظ اللي هي من 27-4 لغاية 6-10 أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر اللي هو له علاقه بالدلو البيت العاشر هو بيت السمعة المركز الاجتماعي الشؤون الحكوميه المؤسسات الرفعه الرقي المناصب وعلاقتنا برؤساءنا او زملائنا في العمل الترقيات والثبات يعني واثبات الذات والمشاريع المهمه كما تدل على الام وهاي الفتره افضلها واقواها من بدايه العام لغايه 14/5 ومن 18 عشرة ولغاية 29 اتناش طبعا في أسباب لهذا الموضوع أنه أول شيء عندك الزهرة من واحد اثنين لغاية خمسة وعشرين اثنين تعطيك حظوظ مطلقة في هذا المكان وممكن تستلم منصب أو رفعة أو شهرة وبرضو وجود الشمس اللي هي من تسعة عشر واحد لغاية ثمانية وجود المريخ من بدايه المشتري عفوا من بدايه العام ولغايه 14 5 بتعزز هذه القدره بشكل كبير وبتعطيك حظوظ ومن 18 10 لغايه 29 12 اما زحل اللي ممكن شوي ينكد عليك ويجردك من بعض الصلاحيات او يجيب لك بعض الاضطرابات ممكن تكون هاي اقواها هي من بدايه العام لغايه 23 5 ومن 11/10 وحتى نهاية العام وخاصة مواليد العشرية الأولى، هدول اللي بدهم يحذروا من اللي إحنا ذكرنا تراجع المشتري بجردك من الحظوظ في بالنسبة للبيت العاشر اللي هو 28/7 لغاية 18/10 وبرضه تراجع عطارد اللي هو بيجي يوم 30/1 لغاية 21/2. بالنسبة للبيت 11 اللي هو طبعا برج الحوت آه هذا بيت الرغبات والاماني والآمال والاصدقاء والصداقات والنشاطات الاجتماعية بيت الاصدقاء الموثوق فيهم اللي بيقدموا لك الدعم او بدعموك بيشكلوا لك نوع من انواع الحمايه آه اتباع العواطف المتعلقه بالحب العذري او ممكن تدخل بعلاقه حب عذري اللي هي الفتره اللي بتيجي من 18 اثنين ولغايه أربعة 4, 4 ومن 14 5 ولغايه 20 ستة ومن 29-12 ولغاية نهاية العام 2021 أقواها بالحظوظ اللي هي من 25-2 ولغاية 21-3 وبرضو الشمس بوجودها في هذا البيت من 18-2 لغاية 20 ثلاث المشتري بدعمك في هذا البيت في بعض الأوقات خصوصا من 14-5 ولغاية 20-6 ومن 29-12 وحتى نهاية العام اما بالنسبة لتراجع المشتري اللي شوي ممكن يعركس عليك او يجردك من بعض الحظوظ وخيبات الامل من بعض الاصدقاء اللي هي بتيجي من 20/6 ولغايه 28/7. اما بالنسبة لبيت المتاعب، طبعا بيت المتاعب اللي هو برج الحمل، بيت متاعبك هذا بيتك 12 هو بيت المؤسسات الكبيرة والمستشفيات والسجون. صالات العرض والفنون تقيدات أو الأسرار بيت المتاعب اسمه هو بالإجمال هو بيت المحن الكبيرة والأمراض الخطيرة والمهلكة والمزمنة والسجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة وأي شيء مقدر على الإنسان أصعبها هي فترة وجود الشمس فيها اللي هي من عشرين ثلاثة لغاية تسعة عشر أربعة أما قوتها واللي راح تحمي شوي من تأثيرات الشمس هي الإيجابية اللي راح تكون اللي هي من 21 ثلاثة لغاية 14 أربعة احذر في الفترة اللي هي من بداية من الآن وحتى سبعة واحد يعني شوي هاي بتأثر عليك لأنه ما زال المريخ موجود في هذا البيت فعشان هيك شوي لسه بيأثر عليك بشكل سلبي خصوصا على الأمور اللي احنا ذكرناها هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء